سكنة تبع جبل شمس، ما شاء الله أماكن رائعة نطل عليها الآن، أشجار جميلة، سبحان الله الأخ العزيز. هذه طبعاً الأرض للسياحة دكتور، محجوزة للسياحة. وأين؟ هذيك الأرض. اللي تحت هنا ولا اللي مسورة؟ اللي مسورة ما شاء الله، زين. عسى توفر فيها خدمات للناس. آمين. كيف شعورك الأخ محمود تصل هنا؟ الأخ محمود كيف؟ والله الحمد لله ما كنت أتوقع أقطع هذه المسافة. ما شاء الله. بفضل كابتن سيف بسليمان أبو أيوب جزاه الله خير. نعم. وهو الدليل، هو اللي قام بهذا المسار. الحمد لله. ومسار طيب وجميل. نعم. وفيه من الأشجار اللي هي النادرة. نعم. كما أنه يمتاز بتعاريج الجبال. نعم ما شاء الله. أنواع الصخور. نعم. وتشكيلاتها. ما شاء الله. ويمتاز هذا المسار اليوم بالجو الجميل. الجو المعتدل. ما شاء الله. مسار طيب جدا. نعم هو بارد هنا ما شاء الله. وأقول لمن يتخوف المسارات هذه. مثل مسار جبل شمس. الأمور طبيعية. نعم. حسب ما يكون الدليل. ما يكون يعني منظم. نعم. تكون طريق سهلة. نعم. الحمد لله رب العالمين. ويأخذ العزم والنية. نعم. وتتسهل الحمد لله الأمور. جزاك الله خير.